حياكم الله مشاهدينا، دام متواصلين معكم في الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا. إذا ننتقل لموضوع آخر. تقرير ناخذكم إليه مشاهدينا يتكلم عن أهمية التطوير العقاري في سلطنة عمان بعد إنشاء مديرية معنية بالتطوير العقاري. ناخذكم إلى هذا التقرير ولقاء أيضا مع سعادة أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان. إن الناظر إلى العمار العماني بشكلها القديم والحديث يلحظ انسجاما كبيرا وتدرجا بما يحافظ على هوية العمارة العمانية، إلا أنه بات من الضروري وضع الأطر الخاص بالتطوير العقاري وتسويقه وتنظيم الوحدات السكنية وغيرها من أشكال العقار. ومن التنظيم لسوق العقار في السلطنة إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، ويبقى السؤال مطروحا في سوق العقار المحلي، إلى أي درجة نحتاج إلى تطوير منظومة العقار في السلطنة؟ وما أشكال التطوير العقاري؟ وإلى أي درجة سيسهم إنشاء المديرية في تطوير سوق العقار؟ للإجابة على هذه الأسئلة سعادة عبد الله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان. حقيقة العقار قطاع مهم في الاقتصاد الوطني، ولذلك اهتمت الدولة بهذا القطاع اهتماما كبيرا، ودليل ذلك أن الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2014 تضمن إنشاء مديرية عامة متخصصة للتطوير العقاري تتبع مباشرة لمعالي وزير الأسكان، وذلك من أجل النهوض بتطوير هذا القطاع المهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بغرض استقطاب الاستثمارات في هذا المجال وديمومته. وما مشك أن السلطنة فيما يتعلق بالجانب الشكلي والمظهري في العقار تعتبر من الدول التي حافظت على الطابع التقليدي العماني العربي، ولهذا تجد كثير من المدن العمانية يعني تشتهر بهذه يعني المباني التاريخية، وفي نفس الوقت اللي يعني لمسها أو أصابها التطور في نفس الوقت، فهي تجمع بين يعني بين الماضي والحاضر. ما مشك انه التخطيط في الوزاره ايضا بما بحكم اختصاصه يراعي هذا الجانب فيما يتعلق ب يعني التصاميم واعتماد الخرائط التي يقدمها الاستشاريون والمقاولون لتنفيذ المباني في شتى يعني الاستخدامات سواء كانت تجاريه او سياحيه او سكنيه. ليبقى تطوير منظومة العقار من الأهداف الهامة والأساسية التي تساعد على نمو الحركة الاقتصادية في السلطنة، نظرا لما تشهد السلطنة من تنمية شاملة في مختلف المجالات وتزايد عدد المشاريع العقارية التي تساهم في متانة البنية التحتية لانطلاق أفق التطوير والبناء. إذن مشاهدينا بنهاية هذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج من عمان قدمنا